السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم غاناش مونتين فيجيكاو. بما انه الوصفه الاصليه للغاناش تندار بلو فري شوكولا، بما انه لو فري شوكولا السعر تاعو شويه غالي في السوق نوعا ما، ماشي في متناول الجميع، اذا جربتها فيجيكاو صلحت لي، جاتني ما شاء الله. اذا اليوم حنديرها لكم بهذه فيجيكاو ذوق بندق، وراح نستعمل هاد الكريمه السائله. اذا انا نخدم دائما بهذه، فيها على الاقل 28.5 من الدسم. فوالا، واذا حبيتو في ماركه واحده اخرى لازم يكون على الاقل 28.5 من الدسم باش تطلع لكم مليح، سينو ما راحش تطلع لكم. يعني لازم لكم كريمه سائله للحلويات وماشي تاع اللي تطيبوا بها. فوالا، بالنسبه للمقادير هنا راح نحتاج 150 غرام فيجيكاو هذه ذوق بندق، وراح نحتاج 100 غرام كريمه سائله راح نسخنها، و100 غرام كريمه سائله بارده خرجوها من الثلاجه. فوالا، دونك راح نسخن الكريمه هذه 100 غرام الاولين ونعاود نرجع لكم. هنا سخنتها برك بدات تغلي، نحيتها من فوق النار وراح نفرغها فوق الشوكولاته. الشوكولاته اللي كنت قطعتها الى قطع صغيره باش تسهل لي عمليه الذوبان. هنا خلطت مليح حتى دابت لي الشوكولاته ديالي مع الكريمه والخليط تجانس. هنا راح نضيف كميه تاع الكريمه السائله البارده ونخلط نفس الشيء حتى يتجانس الخليط ديالي. هنا بعد ما تخلط لي الخليط مليح وتجانس، هنا ضروري تستعملوا لاماغيز او ملعقه، ما تستعملوش المضرب اليدوي لانه ما لازمش ندخلوا الهواء في لاغاناش ديالنا. هنا راح نجيب ورق فيلم ونغطيها. هنا تبعوا معايا مليح كيفاش راح نغطي. راح نجبد قطعه الاولى، اذا راح نحاول كيفاش نهبطها لداخل ونخليها تلامس سطح الكريمه، لان لازم تلامس سطح الكريمه باش الكريمه كي تبرد من بعد ما ديرناش القشره. فوالا، لازم تلامس مليح سطح الكريمه هكذا. هكذا، وإلا لقينا هنا فقاعة تاع هواء حاولوا كيفاش نخرجوها هكذا. فوالا، من بعد واش نديرو؟ نعاودو نجبدو قطعة واحدة أخرى ونغلفو لو ريسيبيون تاعنا باش نتفاداو الروائح اللي كاينين في الثلاجة. وهنا راح نخليها في الثلاجة، هنا تخلوها على الأقل ساعتين، كون تقدروا تخلوها ليلة كاملة. اذا راح نحطها في الثلاجة ونعاود نرجع لكم باش نمونطيوها. هنا بعد ما خليتها لاغاناش تاعي بردت، هنا خليتها ليلة كاملة، وقلت لكم اللي تكون مزروبة تخليها ساعتين، واللي حتخليها ساعتين ما راحش تكون عندها نفس القوام، راح تكون لها جارية شوية على هذه. اذا هنا شوفوا، هنا راهي جامدة نوعا ما، اذا نبدل المغرفة. يعني ما ميلا جاتكم جارية وجازوا ساعتين راح تطلع لكم بدون مشكل. اذا انا هذه شوفوا كيفاش جاتني، هنا خليتها ليلة كاملة، شوفوا كيفاش جات. انا راح نفرغها في البيتران ديالي باش نطلعها، واللي ما عندهاش بيتران تستعمل باتور. هنا راني حطيتها في البيتران، راح ندربها حتى تطلع لي تولي كريمية ومتماسكة. بسم الله.
voilà وهنا لا غاناش مونتي تاعي راهي واجده شوفوا كيفاش تجي متماسكه وكريميه في نفس الوقت لان انا هنا درت كميه صغيره اللي تحب كميه اكبر ضعف المقادير هنا راح نحطها في لابوشادوي نوري لكم عمليه التزيين تاعها هنا راني حطيت لا غاناش مونتي تاعي في لابوشادوي درت لها هاد لاندوي شوفوا كيفاش جايه باش تشوفوا الشكل اللي تخرجه لنا اذا قبل ما تستعملوها ضروري تخلوها ترتاح القليل من الوقت بدرجه حراره الغرفه لانه كي تخدموها راح تكون بزاف يابسه راح تعينيكم في الخدمه نجيكم الخدمه سهله هاد لاغاناج تقدروا تستعملوها في الحشو في التغليف والتزيين كما راح تشوفوا دوكا معايا كيفاش راح نزين بها بسم الله نشوفوا الشكل اللي حتخرجه لي بهاد لادوي هالا معنا شوفوا ما شاء الله اذا هذه هي لاغاناش مونتي ديالنا تاع اليوم نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله